نادين نسيب جيم تطلق مشروعا جديدا. روجت له بشكل كبير عبر حسابها على إنستغرام. نادين جيم بيوتي، خط جديد خاص بالمكياج والتجميل. أطلقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب جيم خط مستحضرات تجميل جديد باسمها، وروجت لعلامتها التجارية الجديدة من خلال نشر عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام. نادين أكدت أن أدوات المكياج الخاصة بها ستكون متاحة للطلب من كل أنحاء العالم، ووعدت محبيها بإمكانية طلب أدوات التجميل أونلاين من كل أنحاء الوطن العربي وأوروبا وأستراليا وكندا والمكسيك. المنتجات التي توفرها نادين في خط الأزياء الخاص بها عبارة عن أحمر الشفاه وأحمر الخدود وسيروم للعناية بالبشرة، وتتراوح الأسعار بداية من 1500 إلى 1900 جنيه مصري. نادين جيم روت واحدة من الأزمات الشخصية بسبب تجربة الانفصال، وأكدت أن أطفالها ممنوعون من السفر بأمر من والدهم، وقالت إنه اتخذ هذا القرار بعدما أعلنت ارتباطها مع علمه بأنه لن تختطف أطفالها، بالإضافة إلى أن كل تفاصيل حياتها في لبنان. نادين أكدت أن علاقة أولادها بخطيبها الحالي جيدة جدا ويعتبرهم في مكانة أطفاله، وأكدت أنه إذا كانت علاقتهم غير جيدة بالتأكيد كانت سترفض وجود شخص يزعجهم. روت نادين تفاصيل الحملة الشرسة التي تعرضت لها بعد الطلاق، وأكدت أن الهدف كان تشويه سمعتها، لكنها أصرت على التزام الصمت وأثر ذلك على صحتها، وأصبحت تعاني من مشاكل في الهرمونات. ولعلاج هذه المشكلة الصحية تناولت أدوية تسببت في زيادة وزنها وتأثرت صحتها بشكل عام.